إلى حيث انتهينا. يعني كنا نتحدث عن الحديث الضعيف والاحتجاج به رواية أو تبليغ الحديث أو رواية الحديث الضعيف، ثم الاحتجاج به أو الاعتماد عليه. وكما قلنا إنهم يقولون إن الإمام أحمد أشار إلى الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. نعم، يعني من حيث الرواية ما عندنا أي مشكلة، لا بس أن يروى الحديث الضعيف. نعم. وقد جرى على هذا عمل السلف. نعم. رحمه الله روى الحديث الضعيفة، ولما نظر في كتب السنة وجد أنها تشمل الصحيح والضعيف. نعم. وكانوا يتنزهون ويمزهون كتبهم على الأحاديث الموضوعة إلا ما يخرج بالخطأ أو ما كانت كتبا ألفت للحديث الموضوع. نعم. في الأصل. فأما الحديث الضعيف فيرونه إلا من قصر في كتابك البخاري ومسلم ما ذكرنا في حلقات سابقة تعمد إخراج الصحيح فقط. نعم. لكن مثلا مسند أحمد لم يتعمد إخراج الصحيح فقط. نعم. ابن ماجة لم يتعمد إخراج الصحيح فقط. الدارقطني لم يتعمد إخراج الصحيح، بل إن الدارقطني رحمه الله تعالى ذكر كثير من أهل العلم أنه من مظان الحديث الضعيف لأنه قصده. نعم. جمع طرق الأحاديث الضعيفة حتى يبين ضعفها. نعم. لكن يبقى قضية التبيين، كيف يكون التبيين؟ نعم. هناك من أهل العلم يرى، خاصة في السابق كانوا يرون أن التبيين هو مجرد ذكر السند. نعم. لأنهم في ذلك الزمان كانوا يهتمون بالأساليب وكانوا يعرفونها نعم. حتى عامة الناس. نعم. يعني يكفيهم النظر في الإسناد فيعرفون أن هذا كذاب أو هذا متهم أو هذا كذا، أو يسألون أهل العلم. نعم. فيرون أنه من أسند فقد يعني سلم العهدة. نعم. إلى غيره. نعم. يعني سلم جانبه. نعم. فكانوا يكتفون بهذا وبعضهم ينبه، لكن في زماننا هذا أمر يختلف. نعم. فلا بد من تبيينه للناس حتى لا يعتقد الناس ما لم يثبت عن النبي عليه أنه ثابت له صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. خاصة أن الضعف أنواع، وهناك ضعف شديد. نعم. وهناك هو الموضوع والمكذوب. لذلك لابد الإنسان يكون حذرا من هذا. فمن حيث الرواية، من حيث الرواية نقول تجوز رواية الحديث الضعيف لكن بشروط كما قال أهل العلم. أولا أن لا يكون ضعفه شديدا. نعم. فضلا عن أن يكون مكذوبا أو موضوعا. نعم. أن لا يكون الضعف شديدا. الأمر أن ينبه إلى ضعفه. نعم. أن يبين ضعفه. طبعا قلنا في الزمن السابق كان يكتفون بذلك. نعم. الآن لا يكفي. لأن الناس لا يعرفون الإسناد. نعم. الآن فلا بد أن ينبه من أراد أن يذكره بهذا الحديث، يقول هذا حديث ضعيف. نعم. قبل أن يقوله. كذلك أن يكون هذا الحديث يندرج تحت أصل حتى لا يظن الناس أن هذا إيش تشريع جديد يؤخذ من هذا الحديث. وهذا لعله فيه جواب على قولك هل يحتج. نعم. به أو هل تؤصل عقيدة أو فقه أو مسألة. نعم. على حديث ضعيف. هذه شروط. بعضهم ذكر أن هذا الحديث ضعيف يكون له عاضد من حديث ضعيف آخر يعضده. فقضية أن الحديث الضعيف يطلق هكذا لا يطلق هكذا، لأن لابد من تقييد هذه المسألة. أما قضية الاحتجاج بالحديث الضعيف، نحن نؤمن إيمانا جازما أن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته، أنه قام بالبلاء وأدى الأمانة صلوات ربي وسلامه عليه وسلم. ثم نؤمن أن الله تبارك وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأن الذكر كل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى فيشمل الكتاب والسنة. نعم. يشمل الوحيين جميعا. نعم. هذا على خلاف بين أهل العلم في التفسير. نعم. هذه الآية كان الأكثر على أن الذكر هو القرآن، لكن عندنا يقين أن الله تبارك وتعالى حافظ أيضا السنة، هذا قول لبعض أهل العلم. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الحسن ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نؤمن كذلك، وهي القاعدة الخامسة. نعم. أن هذا الدين لم يضع منه شيء، وأن الصحابة بمجملهم نقلوا الدين كله. نعم. صحيح لم يأتي صحابي واحد ونقل الدين كله، لكن هذا نقل جانبا وذاك نقل جانبا وتلك نقلت جانبا وتلك نقلت جانبا، لكن بمجموعهم نقل الدين كله. نعم. لم يضع شيئا من الدين. نعم. فإذا كان الأمر كذلك فالله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بما لم نطمئن إلى صحته. نعم. فلذلك الأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى أنه كاحتجاج لا نحتج إلا بما ثبته.
نعم على النبي صلى الله عليه وسلم، والله الحمد والمنة ما صح فيه غنية. نعم. ولذلك لو ترى من قال يعني حيضة في كله أصل صحيح، طيب إن لا تمل على الأصل لماذا ننظر الحيضة؟ لا تمل على الأصل. نعم. لماذا ننظر إلى الضعيف؟ أما روايته يخشى أحيانا، لأن الضعيف أحيانا يكون سيء الحفظ طرقا لا يكون ضعفه شديدا. نعم. المشكلة عندنا إيش؟ المشكلة عندنا حتى الحديث المكذوب أحيانا يكون الكذاب، أو ما أدري يجوز أن نقول عنه كذابا أو لا، ما أدري والله. لأن الحديث مكذوب فهو كذاب. لا ليس بالضرورة. لأن أحيانا يكذب الصالحون لكن لا يقصدون الكذب. نعم. يعني أحيانا تأتي الأحاديث المكذوبة عن طريق بعض الصالحين لسوء حفظهم. نعم. بسوء حفظه أو لاختلاطه. اختلاط يعني كبرة. نعم. وصار يعني يخرف. نعم. زين فاختلط عليه الحديث، أو بعض أهل العلم كانت قد احترقت مكتبته، أو في فترة معينة صار له حادث، أو في غزات أصيب، أو ما شابه ذلك من الأمور. نعم. طيب فيسوء حفظه. نعم. فيقولون فلان يؤخذ حديثه قبل سنة كذا. نعم. وبعد سنة كذا لا يؤخذ حديثه. هؤلاء قد يأتي منهم الحديث مكذوب. نعم. ولكنهم لا يقصدون الكذب. نعم. وهم أتقياء صالحون. نعم. لكن لسوء حفظهم أو لغفلتهم أو لاختلاطهم أو 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 أسباب كثيرة جدا، طيب يرون هذا الحديث مكذوب. نعم. طيب إذا قلنا نأخذ الحديث الضعيف ونرويه النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون مكذوبا، مصيبة. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ونحن نقول الاحتياط. نعم. أن لا نروي إلا الحديث الصحيح، أما لا نحتاج إلا بالحديث الصحيح. نعم. أما من حيث الرواية فلا بأس كما قلنا في رواية بني إسرائيل. نعم. لا بأس. مسألة احتجاج الإمام أحمد هذه يعني مما يطلقه البعض ويستند عليها. هو صحيح ورد عن الإمام أحمد. نعم. رحمه الله أنه قال هذا الكلام، لكن حتى في فهم هذه القضية أو فهم كلام الإمام أحمد رحمه الله. نعم. تبارك وتعالى اختلفوا. يعني بعض أهل العلم يرى أن كلام الإمام أحمد لا يقصد الضعيفة الذي لم يجمع شروط الصحة. نعم. وإنما قصد شروط القبول. طيب. نعم. شروط القبول. نعم. لأن الحديث المقبول أربعة أنواع. نعم. الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. لغير. الإمام أحمد يريد هذه الأربعة. نعم. طيب. الصحيح لذاته والصحيح لغيره ما عندنا فيه مشكلة. نعم. عندنا الحسن لذاته والحسن لغيره. هذان يقول يعني كما جاء الشيخ ابن تيمية يسميهما الإمام أحمد الضعيف. نعم. طيب. نعم. فأراد الإمام أحمد بقوله الضعيف هذين القسمين. نعم. كل ما هو سوى الصحيح، كل ما هو الذي هو وسط وليس بضعيف. نعم. بما نقصده نحن. أحسنتم. الحسن. أحسنتم. نعم. الوسط بين الصحيح والضعيف. نعم. ولا يريد الضعيف يعني في مصطلح متأخرين. نعم. هذا قول. القول الثاني لا يريد الضعيف. طيب. ولكن الذي ليس ضعفه شديدا وإذا لم يعارض. نعم. بكتاب أو سنة أو قول صاحب، ولذلك جاء في قول الإمام أحمد الحديث الضعيف أحب إلينا من قول الرجال. نعم. يعني في النهاية لماذا؟ لأن الحديث الضعيف في النهاية الذي ليس ضعفه شديدا يعرفه إنسان سيء الحفظ. نعم. أو مختلط. يعني هذا الإنسان نضع احتمال أخطأ واحتمال أصاب. نعم. احتمال حفظ واحتمال لم يحفظ. إذن لماذا يردون حديثه أو يتوقفون في قبول حديثه؟ احتياطا. نعم. فلما تصير القضية مجرد احتياط لقبول حديثه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عندنا بديل. نعم. ما في بديل. يعني إذا لم نأخذ الحديث الذي فيه رجل ضعيف وهو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سنأخذ قول رجل من. نعم. التابعين أو اتباع التابعين أو كذا، فيقول هذا ما هذا عندي هذا أقوى. نعم. فيأخذ به في هذه الحالة. نعم. لا أنه يحتج به مطلقا. إيه. نعم. بارك.